نتحدث في هذه الجمعة والتي تليها عن صفة الحج خطوة بخطوة ولحظة بلحظة على وجه الاختصار حسب ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان متمتعا يقصر من شعره من الجميع، ليس كما يفعل البعض، بعضهم يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ثم ينطلق، هذا خطأ، وإنما يعمم بالقص جميع الشعر. ليس المعنى أن يأخذ بكل شعرة بعينها، لا، لكن يعمم. فإن كان متمتعا فإنه يقصر شعره، والمرأة تقصر من شعرها إذا كانت متمتعة، تقصر من شعرها من جميعه، تجمع الشعر وتقصر بقدر أنملة أو أقل من أنملة، أهم شيء أن تقصر أي شيء منه إذا جمعته لعدم التحديد، لعدم ورود التحديد في السنة. وإن كان مدرجا كما هو عند بعض النساء فلتأخذ من كل مدرج من شعرها، ثم بعد ذلك يباح لهذا المتمتع كل شيء كان حرم عليه حال الإحرام، يتطيب، يقلم أظفاره، يقصر شعره، يجامع زوجته، كل ذلك مباح حتى يأتي اليوم الثامن وينوي الحج. لكن إن كان مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من إحرامه يوم العيد إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر من شعره، يبقى ويستمر في التلبية، ويستمر في التلبية. أما المتمتع فلا يلبي لأنه تحلل، لكن المفرد والقارن يستمر في التلبية. هنا خطأ، بعض الناس قد يكون قارنا ويطوف ويسعى وعند السعي، عند الفراغ من السعي يقصر من شعره. لما تقصر من شعرك؟ لست متمتع، أنت قارن، أنت قارن.